السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن نعمل جنرال نوتس او نعمل اختصارات من خلال ليجند زي ما قلنا قبل كده. ممكن تيجي هنا ليجند وبعد كده ترسم مثلا بالخطوط كده من انوتيت، ترسم الخطوط بتاعتك وتكتب الكتابة بتاعتك وتطلع شكلها حلو، لكن دي حاجة معمولة مانوال. ممكن نعمل حاجة بقى لذيذة شوية، ان انا هاجي من سكادول واقول له انا عايز اعمل سكادول، واختار اي حاجه مش هتفرق معاك حسب الحاجه القريبه منك. وليكن مثلا هتختار مثلا قول، وبعد كده هتقول له سكادول كي. سكادول كي يبقى عندك كل حاجه الاختصار بتاعها مثلا او المعلومه بتاعتها، ومش هنستعملها كسكادول كي، بس ممكن تعمل مثلا ايه الكي نوتس وممكن كومنت. طيب انا عايز واحده كمان ليس سبب من الأسباب، هاجي هنا وأقول له أنا هعمل بارامتر جديد وليكن مثلا اسمه نوت مثلا وكومن وتكست، تمام. وأقول له أوكي وأقول له أوكي. هيبقى عبارة عن إيه؟ كل حاجة بقى هتحط الاختصار بتاعها، يعني مثلا عايزين بقى نبدأ إيه نزود، فنقول له insert data row اهو، ومثلا ايه اف ايه ده اختصار مثلا from above مثلا، تمام، و to a to above. فانت كده عملت جدول في الاختصارات، وممكن بقى من اي شيت تروح ساحب الاختصارات دي وحطه جوه. فدي طريقة عشان نعمل نوتس كده يكون شكلها ظريف بالشكل ده.